بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتنا طلبة الفرقة الثالثة ميكانيكا، اهلا بيكم في المحاضرة اسميا رقم 19 من مادة ميكانيكا الموائع. انا بعتذر عن تأخير المحاضرة دي عن ميعادها في الاسبوع الماضي، انما هحاول ان شاء الله اجمع فيها التسجيل بتاع المحاضرة رقم 19 والمحاضرة رقم 20، نظرا لظروف مرضية بعتذر. فإن شاء الله تعالى يكون المحتوى في التسجيل واضح، وأنا هرحب بإذن الله بأي أسئلة بخصوص المحتوى ده على المنصة، بحيث إن شاء الله يكون المعلومة واصلة بشكل كامل بإذن الله. المحاضرة النهاردة هي تكملة أو نهاية الكورس بتاعنا تقريبا. المحاضرة تكملة شابتر 5 اللي بنتكلم فيه عن الفلو أباوت Submerged bodies أو سريان المائع حوالين الأجسام المغمورة. زي ما قلنا إن الشابتر بيتكون من مجموعة من الأجزاء، اتكلمنا عن Introduction، اتكلمنا عن الفلو أباوت سلندر، وهنتكلم إن شاء الله عن Lift Force والCirculation، وهنتكلم عن الإير فويلز أوف فاينايت لينث، وهنتكلم اخيرا عن الليفت اند دراج دايجرامز. لو تلاحظوا في الشابتر ده يا شباب ان احنا بدأنا نتكلم عن ان اي جسم مغمور داخل مائع بيتعرض لنوعين اساسيين من القوى. القوى الاولانيه سميناها الدراج فورس، وهي القوة اللي في نفس اتجاه السرعة النسبية للفلويد على الجسم بتاعي، والقوة التانية سميناها الليفت فورس، وهي القوة العمودية على اتجاه السرعة النسبية للفلويد على الجسم المغمور في داخله. فالليفت فورس والدراج فورس هما القوتين الأساسيتين اللي عاوزين نتعلمهم أو نتعامل معاهم لما نتكلم عن flow about submerged bodies. فزي ما قلنا الليفت فورس والدراج فورس هما القوتين اللي احنا هنتعامل بيهم. فالسلايد ده هنكرره لك مرة تاني لأهميته. فبنقول امتى نقول على الجسم ان هو immersed body؟ لما يكون مغمور داخل homogeneous fluid من جميع الاتجاهات. وقلنا في الحالة دي بيتعرض ل two kinds of forces، نوعين من القوى، الدراج فورس والليفت فورس، وطبعا بنسميها دراج او ليفت على حسب الاتجاه بتاع القوة بتاعتي. لو كانت parallel to the motion تبقى دراج فورس، ولو كانت right angle to the motion تبقى ليفت فورس. دلوقتي هنتكلم عن الليفت، بما اننا قضينا المحاضرة اللي فاتت بالكامل بنتكلم عن الدراج فورس وحللنا انواعها، سواء جاية من الفيسكس دراج أو جاية من البريشر دراج، واتكلمنا بالتفصيل وختمنا كلامنا بالفلو أراوند سيلندر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الليفت فورس بالتفصيل أكتر. الليفت فورس يا شباب هي من اسمها كده قوة الرفع، وهي دايما بتبقى عمودية على الايه؟ رايت أنجل to the flow direction. يعني لو تخيلنا الطيارة دي بتتحرك في الهواء، فهي تتحرك في هذا الاتجاه والهواء ساكن، ممكن أثبت الطيارة وأحرك عليها الهواء في عكس اتجاه حركة الطيارة بنفس السرعة، ده يديني نفس الإفكت. فنقول الطيارة دي بشكل عام بتتأثر بمجموعة من القوى الأساسية. أول قوة هي قوة جذب الأرض للطيارة اللي هي وزنها، ودي بيعادلها أو بيضادها في الاتجاه قوة الرفع أو الليفت فورس اللي بتسببها الأجنحة بتاعة الطيارة علشان ترتفع أو تنخفض أو تثبت في مكانها في الارتفاع اللي هي موجودة عليه. تاني حاجة قوة الدفع بتاعة المحركات بتاعة الطيارة للأمام، ودي بنسميها thrust force، ودي بيضادها أو بيقاومها قوة الدراج أو قوة المعوقة أو المقاومة بتاعة الهواء لحركة الطيارة في خلاله. فالليفت والويت والثرست والدراج هما الأربع قوى الأساسية اللي بتتصارع
في او بتتنافس ما بينها علشان تحدد ايه اللي بيحصل للطيارة بالظبط. فببساطة شديدة بنقول لو الليفت اكبر من الويت فالطيارة بترتفع، ولو الليفت اقل من الويت فهي بتنخفض، ولو الاتنين متساويين فهي على ارتفاع ثابت. كذلك بنقول الثرست اكبر من الدراج يبقى الطيارة بتتسارع سرعتها بتزيد، لو الثرست اقل من الدراج يبقى الطيارة بتتباطأ سرعتها بتقل، ولو الاتنين متساويين فيبقى هي ماشية بسرعة ثابتة. ايه اللي بيسبب الليفت فورس؟ احنا قلنا شباب الكلمة دي هي السر او المفتاح في فهم عملية الليفت فورس. فاكرين لما خدنا فلو اراوند سلندر، لما خدنا في الهايدرو داينامكس، لو انا عندي سلندر والسلندر دي فيه فلو بيلف حواليها بهذا الشكل، تمام، فهي في الوضع الطبيعي مش بتتعرض لأي ليفت فورس، تمام. لكن لو حطينا كمان سيركيوليشن، لو حطينا سيركيوليشن فهتتعرض لليفت فورس تتناسب مع المقدار اللي هو ايه بقى يا شباب؟ رو في يو في جاما. فاكرين هذا المقدار ده السر في فهمنا لعملية الليفت فورس. تعالوا نفسر ده في واقع فهمنا للضغوط اللي بتضرب في المساحة بتسبب الفورس. لما يحصل سيركيوليشن في هذا الاتجاه، لما يحصل دوران في هذا الاتجاه بيسبب ايه شباب؟ بيسبب ان سرعة الفلويد فوق السلندر او فوق الجسم المغمور بتاعي تزيد، وسرعته تحت يحصل لها ايه؟ تقل، لان الفلويد المفروض جاي من الشمال وعايز يلف حوالين الجسم بشكل متماثل جدا وبعدين يرجع يكمل مساره مرة تانية. فلما يحصل سيركيوليشن في الكلوك وايز دايركشن زي ما احنا بنشاور كده، الطبيعي ان هو بيساعد الفلويد اللي من اعلى الجسم بتاعي ان سرعته تزيد، وبيعوق الفلويد اللي من تحت فسرعته بتقل. احنا عارفين من برنولي ايكويشن السرعه لما تقل البريشر يحصل له ايه؟ يزيد. بالظبط كده، البريشر ده بيأثر في كل الاتجاهات، فبالتالي البريشر اللي بيأثر على السطح السفلي بتاع الاسطوانه بتاعتي او الجسم بتاعي بيكون اعلى من البريشر اللي بيأثر على السطح العلوي. وبالتالي برنولي ثيوريم shows lower pressure on the top and higher pressure on the bottom resulting in net upward lift. يبقى net upward lift اللي بيحصل عندنا في الطيارة على سبيل المثال هو ناتج من الايه؟ السرعات العالية على السطح العلوي لجناح الطيارة والسرعات المنخفضة على السطح السفلي للجناح، اللي بيؤدي إلى إن الضغوط من تحت تكون أعلى من الضغوط اللي من فوق، وبالتالي المحصلة بتاعتهم تكون لها قيمة، والقيمة دي دايما تكون اتجاهها لأعلى، تمام. فالليفت فورس السر فيها هو عملية السيركيوليشن، أو إنك تخلق جسم يسبب إن سرعات الهواء اللي عليه من أعلى تكون أكبر من سرعات الهواء اللي عليه من اسفل، وبالتالي الضغوط من تحت تبقى اعلى، وبالتالي يحصل ما يسمى بالليفت فورس. تعالوا شباب نبص بتفصيل على مقطع الاير فويل او المقطع المشهور جدا لاجنحه الطائرات، ازاي بيتولد عليه الليفت فورس. ده الشكل اللي عندي هنا على الشمال بيوضح لي قطاع في الجناح بتاع الطياره. نتخيل ان هو في حاله سكون والهواء هو اللي بيتحرك عليه بسرعة معينة، فبيبدأ ينساب الهواء زي ما انت شايف في ستريم لاين معين بيصطدم، بيحصل له ستاجنيشن. الستريم لاينز اللي تحت بتبدأ تنقسم لأسفل، والستريم لاينز اللي فوق بتبدأ تلف من أعلى وبعدين تتجمع مرة تانية وهكذا. جناح الطيارة في الغالب بيبقى مثبت في الهواء بزاوية ميل بتسمى ألفا، الأنجل أوف أتاك، زاوية مهمة جدا جدا، لأن مقدار الرفع اللي بيحصل على جناح الطيارة بيعتمد على الزاوية دي اعتماد كبير. والعرض بتاع جناح الطيارة بنسميه عرض المقطع ده بتاعي بنسميه الكورد أو سي، بيرمز ليه دايما برمز سي، يبقى اس هي نقطة الاستجنيشن. فاللي بيحصل يا شباب إن الستريم لاين اللي من أعلى ده
بتكون السرعة بتاعته مرتفعة عن الستريم لاين المماثل ليه من أسفل من الشكل الجيومتري اللي قدامك، فكأن بيبقى هنا فيه بالإضافة للريكتلينير فلو بيبقى فيه نوع من السيركيوليشن المتولد. ليه سيركيوليشن؟ لأن الفيلوسيتي أو السرعة من أسفل هنا منخفضة والسرعة من أعلى هنا إيه؟ عالية. ده الإفكت بتاع السيركيوليشن بالظبط، وده اللي بيديني إن البريشر من أسفل بيكون أعلى من البريشر من أعلى، وبالتالي في محصلة لقوة الرفع اتجاهها لأعلى. تعال نشوف الكلام ده بالقياسات بيبقى شكله عامل إزاي. بص كده معايا، لو خدنا من أول المقدمة بتاعة الجناح لغاية نهاية الكورد بتاعي اللي إحنا سميناه الكورد أهو سي اللي هو الطول بتاعي، يبقى دي المسافة أو الطول. هنلاقي إن البريشر من تحت في الجناح بيكون عبارة عن بوزيتيف بريشر، يعني أعلى من الضغط الجوي، يبقى في بوزيتيف بريشر اون لور سيرفيس اوف الفويل، تمام. ومن فوق بقى نتيجة إن السرعات عالية من فوق الجناح، نفس النقاط هي اللي فيها بوزيتيف بريشر من تحت بيبقى مقابل ليها نيجاتيف بريشر من أعلى، وبالتالي الاتنين دول مع بعض بيدوني محصلة للقوة بتاعتي واتجاهها واضح ان هو ايه؟ لأعلى. طبعا اعلى بريشر بيكون عند الاستجنيشن بوينت، وده طبعا بيكون بوزيتيف بريشر لان الستريم لاين توقف تماما وكل الكاينيتيك انرجي تحولت الى ايه؟ الى بريشر. فده يا شباب واضح ان هو بيديني ايه؟ بيديني مساحة هذا الشكل مضروبة في البعد العمودي طبعا بتاع الكورد اللي هو الطول بتاع الجناح بتاع الطيارة، يديني ايه؟ يديني مقدار قوة الرفع اللي بتتولد على الجناح في الحالة دي. يبقى ال increased velocity over the top of the wing and decreased velocity around the bottom of the wing can be explained by noting that a circulation is induced as the wing moves relative to the flow. يبقى السرعة الزايدة في التوب والسرعة المنخفضة في البوتوم بتاع الوينج ممكن نفسرها كأن فيه سيركيوليشن بيتولد لما جناح الطيارة اللي بهذا الشكل يتحرك في الهواء، يبقى سرعة الهواء اللي في المنطقة دي منخفضة عن سرعة الهواء اللي في الأعلى، وبالتالي كأنه ريكتلينير فلو معاه كمان سيركيوليشن في هذا الاتجاه، وبالتالي بيتولد معايا ما يسمى بالليفت فورس. تمام، الليفت فورس يا شباب زي ما اتعلمنا من الهيدروداينامكس ممكن اقول هي بتساوي رو في في السرعه في جاما اللي هي السيركيوليشن في بي اللي هو طبعا البعد العمودي على السبوره اللي مش واضح عندنا في الرسم هنا. هناك طبعا قلنا رو في يو في جاما مباشره على اساس كنا بناخد ان البعد العمودي قيمته بواحد، فانا هضرب بس في البعد العمودي وده اللي احنا درسناه قبل كده من الهيدروداينامكس. طبعا واضح اهميه الهيدروداينامكس في حساب مقدار بهذا الشكل، ما كناش نقدر نحسبه ابدا بالمعادلات العاديه اللي كنا بندرسها في الفلويد ميكانكس مثلا في سنه تانيه. انما زي ما تعودنا في الشابتر ده كل قوه عندنا زي الدراج فورس او البريشر دراج او الفيسكاس دراج احب احطها في صوره كوفيشنت مضروب في نص رو في تربيع في الاريا، كذلك الليفت فورس نحب نحطها في صوره ليفت كوفيشنت نسميه سي ال في نص رو في تربيع في الاريا. تمام، يبقى اذا المقدار بتاع السيركيوليشن ممكن استفاد من الهيدروداينامكس في حسابه، انما طبعا احنا متعودين ان الشكل ده من الاشكال المناسبه جدا لتقدير قيم الليفت فورس والدراج فورس. زي ما خدنا دراج كوفيشنت في المحاضره اللي فاتت في برضه الليفت كوفيشنت، يبقى الليفت فورس بتساوي الليفت كوفيشنت في الرو في الفي تربيع الاثنين في الاريا. ذكرنا المحاضرة اللي فاتت إن الهيدروداينامكس ما أقدرش أستخدمها في حساب الدراج فورس لأن النظرية كانت بتعتمد على البيرفكت فلويد، البيرفكت فلويد، ولذلك الفيسكوزيتي ما كانش داخلة في الاعتبار وكان من الصعب تطبيقها في الإيه؟ الدراج فورس. كان في أخطاء بتتولد نتيجة طبعا إيه؟ تأثير الفيسكوزيتي والفريكشن. لكن في حالة الليفت فورس في الحقيقة هي بتؤدي إلى very useful result، في نتائج
جيدة جدا بتنشأ من دراسة الهيدروداينامكس في حساب مين الليفت فورس، ودي من الحاجات الجميلة جدا ومن مميزات الهيدروداينامكس. فعلى سبيل المثال هناخد دلوقتي دياجرام مهم جدا وجميل بيديني العلاقة ما بين الليفت كوفيشنت والدراج كوفيشنت اللي بيتولد على جناح طيارة مع الانجل اوف اتاك الفا. فاكرين الانجل اوف اتاك؟ فكرت بيها، دي من اهم الحاجات اللي احنا بنبقى لازم متعرفين عليها في حالة الجناح بتاع الطيارة. فلو افترضنا ان انا عندي جناح طيارة بهذا الشكل، هبسطه كده او مثلا حاجة زي كده المقطع بتاعه، تمام، وده اللي هو بيسمى الكورد بتاع جناح الطيارة اللي هو المسافة، تمام كده، يبقى ده اللي هو الكود، واختصارا كده بنرمز له بالرمز ايه؟ سي. فقلنا لو انا خدت خط كده مماس، تمام، مع الاتجاه بتاع سرعة الهواء، الهواء جاي في هذا الاتجاه، يبقى الزاوية اللي بيصطدم بيها الهواء مع الجناح اللي بتسمى الانجل اوف اتاك الفا، تمام، يبقى ادي المقطع بتاع جناح الطيارة بتاعي، تمام كده، وادي الزاوية الفا اللي هي الانجل اوف اتاك، وادي اتجاه السرعة بتاعة الهواء يو او في، في الحالة دي في كابيتال مثلا، ودي سرعة ثابتة، طبعا سرعة الطيارة او سرعة الهواء بالنسبة للطيارة. فطبعا كل ما بتتغير الالفا الانجل اوف اتاك، كل ما بتتغير قيمة الاتنين بقى، الليفت كوفيشنت والدراج كوفيشنت، الاتنين مع بعض شغال. فدي مهم خالص نعرف ان احنا عندنا التغيير في بارامتر واحد بيغير في المحصلة بتاعت الاثنين. فبالتالي دي من الحاجات اللي بياخد باله منها مثلا الطيار اثناء القيادة، ان مجرد تغيير الزاوية بيدي تغيير في الرفع والجر في نفس الوقت. فالدراج كوفيشنت شباب زي ما انت شايف بيتغير بشكل، يعني مش هنقدر نقول ان هو بيزيد بشكل مستمر او بيقل بشكل مستمر، ده هو مع زيادة الزاوية ألفا في البداية بيقل يقل يقل لغاية ما يوصل لأقل قيمة ليه، تمام، وبعدين بيبدأ يتزايد مرة تانية طبعا لما نزيد الزاوية ألفا عن حد معين، تمام. الجميل بقى في الموضوع هو مين؟ هو الليفت كوفيشنت. ركز كده معايا، ادي ادي الدايجرام بتاع الليفت كوفيشنت. الليفت كوفيشنت الشباب بيزيد كل ما بزود الزاوية ألفا، وده طبعا ممكن نفسره كأن قيمة السيركيوليشن بتزيد، كل ما بزود الزاوية ألفا كل ما المنطقة دي بيكون فيها البوزيتيف بريشر أعلى والنيجاتيف بريشر هنا يكون أعلى، يعني يكون ضغط أقل بكتير من الحالة اللي قبلها، وبالتالي تزيد قيمة الليفت كوفيشنت. لكن الكلام ده لن يستمر إلى ما لا نهاية، مش هيستمر على طول، كل ما تزود يزيد الليفت كوفيشنت لغايه حد معين هينهار الليفت كوفيشنت. خلي بالك طبعا ان انت بتخسر الليفت كوفيشنت فجأة عند مرحله معينه، فمش معنى ان انا بزود الزاويه الفا ازود الليفت الكلام ده هيزيد معايا. ففي الحاله دي تخلي بالك، لان ده بيديني طبعا ظاهره مهمه جدا، ظاهره ممكن تسمى الانهيار، وضع الانهيار في الطياره. لو فضل الطيار يرفع في مقدمة الطيارة إلى حد معين ممكن الطيارة تدخل في وضع انهيار وتسقط فجأة، يبقى هو بيزود الليفت فورس، متخيل إن هو بيزود الليفت فورس ولكن الطيارة ممكن فجأة إيه تسقط، تمام. مقارنة بقى بالهايدروداينامكس ثيوري، مقارنة بالنظرية، زي ما أنت شايف الداش لاين بيدي نتائج جميلة جدا ومتقاربة مع الإيه؟ مع الميجرمنتس، تمام، ولكن طبعا في اختلاف. الاختلاف ده ممكن نفسره على ان هو الـ influence of friction، تأثير ايه؟ الاحتكاك، لان في نظرية الهيدروداينامكس خدنا ايديال فلويد وبالتالي ما خدناش اي فيسكوزيتي او تأثير للفريكشن، ومع ذلك زي ما انت شايف احنا ممكن نستخدم النظرية دي في التنبؤ بقيمة الليفت كوفيشنت بدرجة معقولة، تمام. لكن طبعا موضوع الانهيار المفاجئ ده من الحاجات المهمه جدا اللي لازم الاكسبيرمنت بتعرفنا وضعها، وبالتالي لازم تتحط في الحسبان اثناء التصميم او التشغيل.
دلوقتي بقى يا شباب هنتكلم عن الاير فويل اوف فاينايت لينس. احنا اتكلمنا عن مقطع جناح الطياره بدون ما نقول هو طوله العمودي ده كان كام متر، الطول اللي هو بتاع الايه، الطول بتاع الجناح. يبقى كنا بنتكلم عن المقطع كده بتاع الاير فويل ده، بغض النظر بقى كانه هو ممتد كده الى ما لا نهايه، والفينومينا اللي احنا بنظهرها او بندرسها عليه دي متكرره على المقاطع المختلفه دي الى ما لا نهايه. لكن في الحقيقة جناح الطيارة ليه طول محدود أيا كان طوله، فهو طول محدود على حسب التصميم اللي معمول. إيه بقى اللي هيحصل على جناح الطيارة الحقيقي أوف فاينايت لينس؟ فبنقول طبعا لما يكون عندي فلو ماشي على جناح طيارة بطول محدد، في فينومنا هتحصل على طرف الجناح. شايف الطرف ده شباب أو الطرف ده من الجناح، في ظاهرة هتحصل هنا على طرف الجناح بتاعي. إيه بقى هي الظاهرة دي؟ فكر كده معايا، احنا دلوقتي عندنا انجل اوف اتاك وعندنا بريشر تحت الجناح بتاع الطياره اعلى من البريشر فوق الجناح بتاع الطياره، وبالتالي ممكن من عند الطرف هنا لما يجي يلتقي المنطقتين دول يحصل ايه؟ يحصل فلو من تحت الى ايه، فوق في هذا الاتجاه. شايف كده؟ لو ركزت معايا خليني احاول ارسمها. لو احنا قلنا كده عند النهايه بتاعه الجناح، ابص الاقي فلو من تحت طالع لفوق الايه، الجناح بتاع الطياره، صح كده؟ لان المنطقه اللي تحت الضغط فيها عالي والمنطقه اللي فوق الضغط فيها منخفض، فممكن يحصل فلو في هذا الاتجاه. طبعا احنا كل تفكيرنا كان عن فلو في هذا الاتجاه، ده اللي احنا كنا بنحلله، انما الفلو هنا اصبح في اتجاه مختلف عن الاتجاه اللي احنا بندرسه. طب ده تاثيره ايه؟ التاثير ده بنقول عليه اللي هو بنقول عليه اللي هو التيب فورتيسيز. خلاص التيب فورتيسيز، وهنتكلم عن ازاي هتأثر على المقادير اللي احنا بنحسبها من ليفت كوفيشنت وخلافه. خلاص يا شباب، ودراج كوفيشنت كمان، ودراج فورس بما انه بيعتمد على الدراج كوفيشنت، وكمان ليفت فورس بما انها بتعتمد على الليفت كوفيشنت. يبقى دلوقتي اتفقنا ان الفلويد تمام هيتحرك انورد ناحيه التوب، يبقى كانه داخل على الجناح من التوب، واوتورد وخارج من الجناح عند البوتوم. ده تاثير الايه؟ البريشر المرتفع في البوتوم والبريشر المنخفض في التوب. تمام، دي الظاهره اللي بتحصل على طرف الجناح، ولذلك احنا دلوقتي بندرس الجناح لما يكون ليه فاينايت لينس، يعني طول محدود. السلايد اللي فات كنا بناخد المقطع وبنهمل امتى هينتهي طول الجناح، لكن دلوقتي هنبدا نتكلم عن هذه الظاهره. يبقى زي ما اتفقنا في نهاية الجناح بهذا الشكل، في نهاية الأطراف بتاعت الجناح هيكون عندي فلو خارج من تحت الجناح وفلو داخل من فوق الجناح نتيجة الايه، الاختلاف في الضغط. تمام، الدوران ده من أسفل لأعلى وهناك برضو من أسفل لأعلى بيسموه التيب فورتيسيز او دوامات طرف الايه، طرف الجناح. طبعا مصطلح مشهور جدا جدا في عمليات الطيران، دوامات يا شباب طرف الجناح. ولذلك احيانا تلاقي بعض التصاميم في الطيارات بيحاولوا يعملوا بعض الشغل هنا في المنطقه دي، بيحاول يعمل مثلا الحافه دي تكون مرتفعه شويه لفوق، او بيكون عاملها حتى بشكل راسي مباشر كده. فطبعا التصاميم دي بتحاول تقلل التاثير بتاع دوامات طرف الجناح. واحنا دلوقتي عاوزين نفهم ايه هو تاثيرها دوامات طرف الجناح دي. خلاص يبقى احنا عرفنا ان نتيجه فرض الضغط بتتولد الحركه دي، الفلو بيتحرك للخارج تحت الجناح وللداخل فوق الجناح، فكانها عباره عن دوران او فورتيسيز وتسمى تيب فورتيسيز. هيعمل ايه بقى التيب فورتيسيز دي؟ تخيل كده ان في دوامه بتلف في هذا الاتجاه، يبقى لو انت بصيت للجناح ده من قدام في اتجاه الهواء هتحس ان فوق الجناح في هواء نازل اتجاهه لاسفل، نازل عمودي على الايه، على الجناح بتاعك، صح كده؟ لان في دوامه، تخيل كده مركزها هو طرف الجناح. فاكر الدوامه عباره عن مجموعه من الدوائر المتحده في الايه، في المركز. فبالتالي هتبص تحس ان الهواء نازل بسرعه راسيه على الايه، على الجناح بتاع الطياره. يبقى هتحس ان الفلويد بيديك داون وورد موشن
in the fluid passing over an airfoil of finiteness. طبعا الفلويد نازل يعني اتجاه الحركة الكلية بتاع الفلويد اتغير، فده المكان مجرد السرعة فيه، لا ده أصبح كمان فيه مركبة رأسية للسرعة، وبالتالي المحصلة بتاعت السرعة كأن الفلويد جاي على الجناح بميل وليس ايه موازي كده تماما زي ما احنا كنا راسمينه في البداية. فالكلام ده طبعا بكل تأكيد هيأثر على كل الليفت فورس وعلى الدراج فورس. هيأثر عليهم ازاي؟ هيأثر على الافكتيف انجل اوف اتاك، يعني هو كان الانجل اوف اتاك الفا، هيغير الزاوية دي شوية وبالتالي يغير لي قيمة الليفت فورس والايه الدراج فورس. تمام. طبعا السترينث بتاع الحركة دي كل ما الدوامات دي تكون اكبر هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على قد ايه الدوامات دي مراكزها قريبة من بعض. ايه مركز الدوامة؟ مركز الدوامة هو طرف الجناح، يبقى كل ما الجناح بتاعي يكون قصير يبقى depend upon the proximity of the tip vortices، يبقى كل ما يبقى الجناح بتاعي قصير كل ما الافكت بتاع دوامات طرف الجناح ده يكون كبير جدا. تمام. وبالتالي السبان، السبان ده اللي هو طول الايه طول الجناح بتاعك، اللي هو هنا شباب حاطين رمز بي سمول، ده شايف بي سمول ده اللي بيخليه الدوامات دي قريبة من بعض ولا بعيد عن بعض. كل ما يبقوا قريبين من بعض، فاكر الفورتكس بير؟ زي كده زي الفورتكس بير اللي احنا درسناه في الهيدروداينامكس، لما يكونوا قريبين من بعض الافكت بتاعهم يكون واضح، كل ما يكونوا بعيد عن بعض كل ما التأثير بتاعهم يكون محدود. يبقى الاسبان بتاع الاير فويل هو ده اللي بيأسس وبيأثر للايه التأثير بتاع دوامات طرف الجناح. طيب تعالى بقى نكمل ونشوف ازاي هنتعامل مع هذا التأثير ونعالجه في الحسابات بتاعتنا. ركز معايا كويس جدا في السلايد ده علشان تفهم ازاي دخلنا تأثير دوامات طرف الجناح في الحسابات بتاعتنا. تمام. دلوقتي شباب برانتل اقترح ان السرعة اللي بيسببها دوامات طرف الجناح دي سرعة رأسية لأسفل، وقال لك انا هعتبر ان اقدر افرض بعض الافتراضات اللي هي تخلي قيمتها ثابتة. تمام. لو قال لك عندي elliptical distribution بتاع الليفت over a given span، يعني مش مشكلة الاثبات هنا، ولكن برانتل اقترح ان قيمة الداون وورد فيلوسيتي دي مقدار ثابت. طبعا دي بتسهل الاناليسيس بتاعنا جدا. تمام. فالاسامبشن ده مقبول من ناحية برانتل، اثبته ببعض الايه الاليبتيكال ديستريبيوشن للليفت فورس. جميل. يبقى اصبح دلوقتي في سرعة رأسية لاسفل للفلويد. تمام. بدل ما كان بس جاي على الجناح بسرعة افقية، شايف؟ يبقى الفلويد بتاعي كان جاي بسرعة أفقية داخل على الجناح بتاعي بزاوية ميل ألفا. تمام. يبقى كانت ألفا هي الأنجل أوف أتاك. جميل. طيب إيه اللي حصل بقى؟ أصبح عندي سرعة رأسية، السرعة الداون الداونش فيلوسيتي، يبقى كأن المحصلة بتاعت الفلويد فيلوسيتي بتاعتي بقت هي إيه؟ بقت هي يو زيرو، بقت السرعة المايلة دي. فشوف كده مد السرعة المايلة دي في الاتجاه بتاعها، فبقت بتصنع زاوية مع الجناح ألفا زيرو. تمام. يبقى ألفا الأصلية بقت ألفا زيرو، يعني جلد بمقدار ألفا أي. جلد بمقدار إيه يا شباب؟ ألفا أي. ألفا أي بنسميها الـ induced angle of attack، دي اللي حصلت نتيجة دوامات طرف الجناح، وألفا دي هي الأنجل أوف أتاك اللي أنت تقدر تقيسها فعليا، دي زاوية الميل الحقيقية بتاعة الجناح، والفا زيرو هي الانجل اوف اتاك اللي حصلت مع السرعة المايلة الجديدة بعد ما ضفنا مين الداون وورد فيلوسيتي او السرعة اللي جت من دوامات طرف الايه الجناح. تمام يا شباب. يبقى ده بالنسبة لنا هو الوضع او الجيومتري الجديد اللي حصل عندي. يبقى كأن عندك دلوقتي الفيلوسيتي او الفيرتيكال فيلوسيتي induced near the wing by the tip vortices decrease the angle of attack by small angle alpha i. خلت الانجل اوف اتاك الجديدة هي عبارة عن alpha 0 تساوي كام بقى؟ alpha ناقص alpha i. يبقى بالتالي زي ما انا عارف ان الليفت فورس او الليفت كوفيشنت والدراج كوفيشنت بيعتمد على الزاوية، يبقى لابد اكون عارف الزاوية علشان اقدر احسب الليفت والدراج. لو انا عارف الزاويه اللي هي الفا دي،
لازم اشوف قد ايه الانديوسد الفا علشان اشوف الزاويه الافكتيف بتاعتي، الزاويه الحقيقيه اللي هيطلع عندها الليفت والدراج الحقيقيين. يبقى انا كده خدت في الاعتبار تاثير الايه، تاثير الداون وورد فيلوسيتي، او بمعنى اساسي هو تاثير دوامات طرف الايه، الجناح بتاعي. طب حاجه تانية يا شباب، احنا مش قلنا الليفت فورس، الليفت فورس هي القوة العمودية على اتجاه سرعة الهواء. الهواء كان جاي بسرعة يو، فبالتالي كانت الليفت فورس رأسية. دلوقتي أصبح الهواء كأنه جاي بسرعة مايلة يو زيرو، شايف يو زيرو بقت مايلة، فبالتالي الليفت فورس دلوقتي برضو أصبحت مايلة. طب الميل ده ميل طفيف جدا، لكن إيه مشكلته؟ شايف مشكلته؟ مشكلته إنه بقى له مركبة في هذا الاتجاه. شايف المركبة دي؟ المركبة دي ما تعتبرش ليفت فورس، المركبة دي تعتبر دراج فورس، لكن بنسميها induced drag. يعني الداونورد فيلوسيتي دي يا شباب هتبقى عملت ايه؟ كأنها قللت الليفت فورس شوية وزودت الدراج فورس شوية. فدي طبعا تأثيرها هام جدا جدا في الشغل بتاعنا، لابد ان انت تكون عامل حسابها، علشان زيادة الدراج دي عاوزة زيادة للثرست، وانك تقلل الليفت عاوز تاخد في الاعتبار الوزن بتاع الطيارة وخلافه. فبالتالي ده الاناليسيس اللي احنا بنعمله. فالحتة دي عاوزك تركز فيها، والسلايد ده لو ما كنتش استوعبته ترجع تعيده مرة تانية وتالتة لغاية ما تفهم. احنا دلوقتي كأن عندنا الهواء جاي بالزاوية اللي هي يو نود، وبيصبح بزاوية الفا نود مع الجناح، زاوية مع الجناح الفا نود، وجاي بسرعة يو نود، تمام. والليفت فورس بقت عمودية على اليو نود، فبقى ليها مركبة في اتجاه الدراج ومركبة في اتجاه الليفت. دول قريبين جدا من بعض في القيمة، يعني التأثير على الليفت طفيف، لكن اللي يهمني طبعا ان اصبح في زيادة في الدراج فورس اللي هتحصل. والافكتيف انجل اوف اتاك اصبحت هي الانجل اوف اتاك بتاعت الجناح اللي بتجري بتجراها من على الجيومتري، ماينس الانديوزد انجل اوف اتاك اللي هي الفا اي، اللي هنشوف هنحسبها ازاي بعد شويه. بمجرد ما نقدر نحسب الفا زيرو نقدر نعامل الجناح بتاعي كأن هو انفينيت اسبان، يعني كأن هو طويل الى ما لا نهايه ومفيش تاثير لدوامات طرف الجناح. خلاص دخلت في الحسابات ونقدر نشتغله على ان هو انفينيت اسبان، او ان الدوامات طرف الجناح دخلت في المعادلات بتاعتي تاثيرها وانتهينا منها. طبعا هنا بشرح لك وبعيد لك كمان مره ان الليفت فورس هي عموديه على الريلاتيف فيلوسيتي بتاعت الهواء، وفي الوقت ده هي اصبحت عموديه على يو نود وليس يو زي ما كانت في الحاله الطبيعيه اللي هي انفينيت اسبان، تمام. وده بيؤدي بالضرورة ان بيبقى لها مركبة في اتجاه الدراج، بنسميها اف دي اي، الانديوزد دراج فورس، ودي جاية من قيمة الايه، من قيمة الميل بتاع الليفت فورس اللي سببتها دوامات طرف الايه، طرف الجناح. دلوقتي كلنا نقدر نتفق على مجموعة من المعادلات البسيطة. اولا الدراج الكلي او المعوقة الكلية اللي هتحصل على الجناح بتاعي هي عبارة عن اف دي زيرو، او هو الدراج الاصلي اللي كان بيحصل على الجناح بشكل طبيعي من الهيدروداينامكس، زائد كمان ايه، الانديوزد دراج اللي حصل نتيجة دوامات طرف الايه، الجناح اللي احنا لسه متكلمين عنه من شوية، اللي هو المركبة بتاعت ميل الليفت فورس، تمام. وبالتالي اقدر برضو اقول ان الدراج كوفيشنت سي دي بيساوي الدراج كوفيشنت الاصلي اللي كان متولد على الجناح بشكل طبيعي، زائد الانديوزد دراج كوفيشنت اللي حصل نتيجه الايه، برضو نفس الكلام، دوامات طرف الجناح او نتيجه الميل بتاع الليفت فورس اللي سبب مركبه في اتجاه الدراج. تعال بقى نشوف الزاويه الفا دي تتوقع كبيره ولا صغيره. احنا اتكلمنا اصلا عن الزاويه الفا الاصليه دي ودرسنا قيمتها في حدود البضع درجات، تمام كده شباب. وبالتالي الانديوزد الفا برضو في حدود البضع درجات واقل كمان من الالفا الاصليه، يبقى نقدر نقول ان الليفت فورس تساوي تقريبا الاف ال زيرو، تمام، بحيث ان زي ما انت شايف الطول ده تقريبا هو هو الطول ده، يبقى اقدر اقول تقريبا اف ال بتساوي اف ال زيرو،
ومقدار السرعة يو بتساوي تقريبا اليو زيرو، يعني نفس قيمة السرعة تقريبا، لكن اللي بيفرق عندي الميل بتاعي. والانديوزد دراج نقدر نقول تقريبا هو بيساوي الاف ال مضروب في الالفا اي، عارف طبعا هو المفروض اف ال زيرو مضروب في ساين الفا اي من الشكل المثلثي اللي عندك ده، انما طبعا وضع المعادلة بهذا الشكل هيسهل عليا حاجات كتير بعد شوية هتشوفها. فلو قلت ان هي بتساوي اف ال زيرو في ساين الفا اي، هنقول الفا اي صغيرة جدا، يبقى ساين الفا اي تساوي تقريبا الفا اي، واف ال 0 تساوي تقريبا اف ال، يبقى اذا اف دي اي بتساوي اف ال مضروبة في الفا اي. تمام. هنا شباب في اثبات بقى لقيمة الالفا اي، شوف الانديوزد انجل اوف التبديل هي اللي احنا بندور عليها من بدري. في اثبات، الاثبات ده يعني صعب بالنسبه لمحتوى الكورس ده فهو مش مقرر علينا، لكن النتيجه بتاعته سهله جدا، وهي ان الانديوزد انجل اوف اتاك دي ممكن نعبر عنها بدلاله الليفت كوفيشنت مقسوم على باي في بي اللي هو ايه طول الجناح على سي، سي اللي هو الكورد اللي هو عرض الايه عرض الجناح، بي على سي، الليفت كوفيشنت مقسوم على باي مضروبه في بي على سي، وبي على سي ده اللي هو طول على العرض، طول على العرض بتاع الجناح بنسميه الاسبكت ريشيو بتاع الجناح. فالنتيجه بتاعت المعادله دي سهله جدا، يبقى اذا اقدر احسب قيمه الانديوزد انجل اوف اتاك من الليفت كوفيشنت ومن الاسبكت ريشيو، سهل جدا. يبقى بدلاله المعلومات دي اقدر اعرف قيمه الانديوزد انجل اوف اتاك، وبالتالي اقدر اعوض في الانديوزد دراج ايكويشن معادله الانديوزد دراج، يبقى اف دي اي اللي هو كان بيساوي الليفت فورس مضروبه في الالفا اي، والالفا اي اهي جبناها، الليفت كوفيشنت مقسوم في على باي مضروبه ب على سي، يبقى هيساوي الليفت كوفيشنت مضروب في الليفت كوفيشنت تاني، يبقى الليفت كوفيشنت تربيع على باي في بي على سي في نص رو في تربيع في الاريا. تمام يا شباب. يبقى اذا اقدر احسب الانديوزد دراج بمجرد ما اعرف الانديوزد انجل اوف اتاك، لان الليفت كوفيشنت المفروض من السمات المميزه للايه للاير فويل عند اي انجل اوف اتاك الفا 0. تمام. والبي على سي الطول والعرض بتاع الجناح بتاع الطياره، ودي طبعا من المميزات التصميميه اللي سهل ان احنا نعرفها عن الايه عن الجناح. لو حبيت اكتب المعادله بدلاله الدراج كوفيشنت، فانا عارف ان الانديوزد دراج بيساوي الانديوزد دراج كوفيشنت في نص رو في تربيع في الاريا، يبقى الانديوزد دراج كوفيشنت بيساوي المقدار ده اللي هو سي ال تربيع مقسوم على باي في بي على سي. تمام. ويبقى التوتال دراج كوفيشنت بيساوي الدراج كوفيشنت الاساسي زائد الانديوزد دراج كوفيشنت. المعادله دي للحفظ يا شباب، المعادله دي للحفظ، والمعادله الاهم اللي هي الفا اي. تمام. المعادله بتاعت الفا اي دي مهمه جدا، اللي هي سي ال مقسومه على باي في بي على سي، الريزلت بتاعتها سهله جدا، لكن هي الاساس في حسابات تاثير دوام طرف الجناح او جناح اوف فاينايت لينس، ان احنا نعرف الانديوزد انجل اوف اتاك. تمام. عشان دي هتغير كل الحسابات بشكل مباشر، الانديوزد انجل اوف اتاك اللي عندي. تمام شباب. يبقى كده نقدر نجيب التوتال دراج كوفيشنت بدلاله الدراج كوفيشنت الاساسي زائد الانديوزد دراج كوفيشنت. المعادلات دي طبعا مهمه جدا، لان لو احنا عندنا داتا بتاعه اير فويل مختبرينه ليه طول وعرض مختلف لكن ليه نفس شكل البروفايل بتاعي ده، فانا ممكن اعرف الليفت كوفيشنت والدراج كوفيشنت بتوعه هيكونوا كام لو صنعنا منه اطوال مختلفه. لو الاسبكت ريشيو اتغيرت اقدر ان انا اشوف البروبرتيز بتاعه الاير فويل الثاني واقارنها بيه، لان واضح طبعا هنا ان العمليه بتعتمد على الطول في قوه دوامات طرف الجناح وفي تاثيرها على الايه على الانديوزد دراج والانديوزد ليفت. اعتقد دلوقتي المناسب ان ناخد فيه مساله توضح ازاي بنتعامل مع المقادير اللي عندنا دي في المثال. بيقول عندي ريكتانجولر اير فويل 2 متر كورد و12 متر سبان، يبقى ادي سي وادي بي. تمام. وكده الاسبكت ريشيو بتاعتي 6 اللي هي بي على سي،
والدراج كوفيشنت بتاعه سي دي، طبعا ده التوتال دراج كوفيشنت، لما بيختبره بيحسب التوتال دراج كوفيشنت مقداره 5%، والليفت كوفيشنت برضه لما بيختبره بيحسب التوتال ليفت كوفيشنت ب 96% عند انجل اوف اتاك 7.2 درجة. ادي الزاوية الفا اللي اختبر عندها، طلع الليفت كوفيشنت والدراج كوفيشنت دول. What are the corresponding lift and drag coefficients and angle of attack for a wing of the same profile and aspect ratio 8؟ لو غيرنا الوينج بتاعي، what are the corresponding lift and drag coefficient and angle of attack for a wing of the same profile and aspect ratio 8؟ يعني غيرنا مثلا الطول بتاعه شويه، خلينا 16 متر مثلا على سبيل المثال، تمام؟ هيكون ايه بقى قيمة الليفت كوفيشنت والدراج كوفيشنت والانجل اوف اتاك في الحالة دي؟ والتاني هنا هنت بيقول لي نيجليجبل تشينج اوف ليفت كوفيشنت، يبقى الليفت كوفيشنت ايه بتاعي؟ تقريبا ثابت. خلاص يبقى هو التاني هنا في المسألة ان الليفت كوفيشنت بتاعي 96% لو الاسبكت ريشيو 6 او لو الاسبكت ريشيو 8. خلاص ده الاسامبشن اللي هو اداهولي. طبعا سي دي 0 اللي هو عن الانجل اوف اتاك الاصليه لما يبقى الفلو بتاعي افقي، ولما يبقى مفيش دوامات لطرف الجناح ده لازم يكون ايه؟ ثابت. طالما ليهم نفس الايه؟ نفس البروفايل، يبقى تاثير الاسبكت ريشيو ملوش قيمه هنا. فالانديوست دراج كوفيشنت سي دي، مش الانديوست اسف، الاساسي السي دي 0، الدراج كوفيشنت دي الاساسي ده قيمته تكون ايه؟ تكون ثابته، لانه ده لا يعتمد على دوامات طرف الجناح، تمام؟ فده بالتالي المفروض قيمته تكون ثابته، لانه بيفترض ان الهواء جاي افقي، مفيش اي induced downward velocity في الحاله دي، تمام؟ يبقى ندور على قيمه سي دي 0 ده كام في الحاله الاولانيه، ونروح نستخدمها في الحاله الثانيه. لما تبقى الاسبكت ريشيو بتاعتي 6، فنقدر اجيب الانديوزد دراج كوفيشنت، تمام؟ بالعلاقه اللي هي سي ال تربيع على باي في بي على سي، تمام؟ نطلع القيمة بتاعتي ايه؟ اللي هي 4% او 48 من 1000 زي ما انت شايف. برضو كذلك نحسب الـ induced angle of attack اللي هي سي ال على باي في بي على سي، تطلع 2.9 درجة. نحسب الفا 0 اللي هي عبارة عن اللي هي ايه الفا 0 دي؟ الفا 0 هي الـ effective angle of attack اللي هي الـ angle of attack، وكما لو كان الجناح ده طوله لا نهائي، يبقى اذا ما يفرقش اي جناح، الالفا 0 دي تبقى ثابته لكل الايه؟ لكل الانواع، لان كان الطول بتاعهم اصبح لا نهائي، فالاسبكت ريشيو ما تدخلش في الاعتبار مع الالفا 0 دي تبقى ثابته. هي الفا ناقص الفا اي، يبقى نقدر نحسب بيها الايه؟ الالفا 0. وكذلك انا عندي السي دي وعندي السي دي اي، يبقى اقدر اجيب السي دي 0 اللي هو المفروض الدراج كوفيشنت لو كان طول الجناح لا نهائي، وده اللي المفروض برضه يبقى ثابت في الحالتين. يبقى ده عباره عن سي دي ناقص سي دي اي، لان السي دي توتال اللي هم المفروض بيتحسب بالتجارب هو مجموع الاثنين دول، مجموع سي دي 0 زائد السي دي اي، يبقى بالتالي جبنا الايه؟ جبنا السي دي 0 وجبنا كمان الالفا 0. نروح بقى ناخد القيم دي ونستفاد بيها عند الاسبكت ريشيو اللي هي كام؟ 8. يبقى نقول عند حاله ال 8 الانديوسد دراج كوفيشنت هيساوي، يبقى الـ induced drag coefficient هيساوي زي ما قلنا سي ال تربيع على باي في بي على سي. سي ال تربيع، خلي بالك هنا سي ال تربيع 96% مش 69%، خلي بالك الرقم ده، ظبط الرقم ده هتلاقي ان شاء الله الارقام النهائيه صحيحه. المساله دي موجوده عندنا في الكتاب، لكن ممكن يكون الخطا بس في الرقم ده مقلوب، تمام؟ فانت تعوض وتتاكد من الرقم بتاعك. جبنا السي دي اي في حاله الاسبكت ريشيو 8، يبقى نقدر نقول ان السي دي في حاله الاسبكت ريشيو 8 بيساوي السي دي 0 زائد السي دي اي، وده اول مطلوب. يبقى دي الدراج كوفيشنت في حاله الاسبكت ريشيو ما تكون 8. ايه اللي اتغير بينه وما بين الاسبكت ريشيو اللي هي 6؟ اللي هو الانديوسد دراج كوفيشنت. كل ما الجناح يطول كل ما يحصل ايه؟ كل ما يكون تاثير الدوامات اقل، لو انت فاكر. فبص على قيمه الدراج كوفيشنت هنا وهنا، وانت ايه؟ تبدا تقدر، او الانديوز دراج كوفيشنت بالتحديد، وانت تبدا تقدر الايه؟ الفرق اللي ما بينهم، تمام؟ برضه نفس الكلام نحسب الانديوز انجل اوف اتاك، ومنها نحسب الانجل اوف اتاك المقابله في حاله الايه؟ الاسبكت ريشيو 8. يبقى نقدر نولد نفس الايه؟ نفس الدراج كوفيشنت والليفت كوفيشنت، لو انا حطيت زاويه مقدارها
ست درجات ونص فقط في حالة الاسبكت ريشيو 8 عن الزاوية اللي احنا حطيناها في حالة الاسبكت ريشيو 6 اللي كانت 7.2 درجة. تمام شباب؟ يبقى ده ازاي بنتعامل مع النوع ده من المسائل، وازاي بنشوف الليفت كوفيشنت والدراج كوفيشنت بيحصل لهم ازاي تغيرات نتيجة الالفا اي او الانديوزد انجل اوف اتاك. هختم شباب كلامي معاكم عن الموضوع ده بازاي نقرا الدياجرامز بتاعت الليفت والدراج مع الانجل اوف اتاك ونطلع معلومات مفيدة من الدياجرامز دي. طبعا او التفكير البسيط المنطقي، احنا ممكن نرسم دياجرام زي اللي احنا شايفينه هنا ده، اللي هو ان احنا نحط على المحور الافقي قيمة الزاوية الفا اللي هي الانجل اوف اتاك، وعلى المحور الرأسي نحط كل من الليفت كوفيشنت والدراج كوفيشنت، وبالتالي نقدر نطلع معلومات مفيدة من هذا الجرب. عند كل زاوية نقدر نطلع الليفت كوفيشنت كام والدراج كوفيشنت بتاعي كام. انما في الحقيقة في اشكال اخرى للليفت اند دراج دايجرامز بتكون برضو فيها مميزات تانية نقدر نستفاد منها زي اللي هعرضه معاك دلوقتي. شوف كده الفيجر اللي قدامنا ده، هنرسم على المحور الافقي الدراج كوفيشنت، وعلى المحور الرأسي هيكون معايا الليفت كوفيشنت. فيكون واضح لينا تماما يا شباب ان انا عندي بالنسبة للمنطقة بتاعتي في منطقة فيها بوزيتيف ليفت وفي منطقة تانية فيها نيجاتيف ليفت. نيجاتيف ليفت يعني الليفت فورس هتبقى اتجاهها ايه؟ الليفت فورس هتبقى اتجاهها لاسفل، فده طبعا بيحدد لي على طول الزوايا اللي ما نقدرش نهوب ناحيتها علشان نتجنب، او اللي ممكن نروح لها لو احنا عاوزين ايه نسرع في عمليه انخفاض الطائره لو هي مرتفعه. ففي الحاله دي اول حاجه اقدر استفادها هو ان في نيجاتيف ليفت وفي بوزيتيف ليفت. الحاجه الثانيه، بما ان الدراج كوفيشنت على المحور الافقي، فانا بالتالي اقل نقطه في المنحنى بتاعي، طبعا المنحنى اللي هو ده شايف المنحنى بتاعك اللي هو الميجرمنت ده، كل نقطة عليه تمثل زاوية انجل اوف اتاك معينة. تمام؟ يبقى لو انا جبت اقل نقطة هنا، اقل نقطة دي يبقى ده عبارة عن المينيمم دراج، اقل قيمة على المحور الافقي، يبقى دي الزاوية الفا اللي هتديني ايه؟ اقل دراج ممكن. تمام؟ لكن طبعا ده مش احسن قيمة للليفت. كذلك لو انا طلعت اعلى حاجه هنا، اعلى نقطه فوق خالص هنا، اقدر اجيب الماكسيمم ايه؟ الماكسيمم ليفت كوفيشنت. يبقى بالتالي اعرف الماكسيمم ليفت كوفيشنت قيمته ايه؟ قيمته كام. طيب تعالى بقى نشوف شباب بعض النقاط المهمه. لو انت رسمت من نقطه الاصل خط يقطع الكيرف بتاعك ده في اي نقطه، هيبقى له ميل. تمام؟ اقصى ميل هيحصل امتى؟ لما يكون يمس اخر نقطة في المنحنى بتاعك، صح كده؟ يبقى اقصى ميل هيحصل عندك لما يمس المنحنى بتاعك، وبالتالي ده الماكسيمم ريشيو ليفت تو دراج. الماكسيمم ليفت تو دراج يعني اعلى نسبة للليفت في مقابل الايه؟ في مقابل الدراج. ودي حاجة مهمة جدا، تحب تعرف الانجل اوف اتاك اللي هتديك ما يسمى بال ماكسيمم ريشيو ليفت تو ايه؟ تو دراج. يعني لو الليفت تو دراج ريشيو لها قيم، اعلى قيمه ليها هتكون هي الايه؟ هتكون هي النقطه بتاعتك دي. كمان عندك هنا زي ما انت ملاحظ ان في امتداد للخط، ولكن الامتداد ده معمول بخط مختلف شويه، لان طبعا مش معقول نرجع نشتغل في المنطقه دي، الدراج بيزيد والليفت بيقل، لان طبعا بندخلنا في اوضاع الانهيار، فده بيحصل ايه؟ سيباريشن بقى، شايف؟ الجناح زاوية الميل بتاعته بتزيد جدا، وبيبدأ يحصل فوق، شايف كام؟ فوق 15 درجة، بتبدأ تخش في الأوضاع اللي هي بتسبب الإيه؟ اللي هي بتسبب المشاكل دي، الليفت بيقل والدراج بيزيد، وده بيسبب سيباريشن أو دوامات فوق الإيه؟ فوق الطرف بتاع الجناح بتاعك. برضو الخط الداش لاين اللي مرسوم عندك هو الثيوريتيكال كيرف يا شباب. الثيوريتيكال كيرف ده اللي هو محسوب بالنظريه اللي احنا ما خدناش اثباتها، ولكن خدنا ان هي بتديني معلومات مفيده وبسيطه، اللي هي الفا اي بتساوي سي ال على باي على بي على سي، وبالتالي سي دي اي بيساوي سي ال تربيع على باي على بي على سي.
تمام. فده برضه واضح ان هو ايه بيديني كيرف مقارب للاكسبيرمنتس بهذا الشكل. ده بيسمى شباب الليفت اند دراج دايجرام. بنقدر نستفاد منه المعلومات دي برضه من الحاجات اللي اقدر اطلعها هنا لما بيقطع المحور الافقي، واقول هنا دي الزاويه الفا اللي فيها زيرو ليفت لو انا مش عايز اي ليفت فورس، تمام. فدي برضه الزاويه الفا اللي انا اقدر احصل عليها على زيرو ليفت، تمام. متهيألي دي كل المعلومات اللي انا اقدر اقدمها لك في هذا الموضوع. اتمنى تكونوا استفدتوا، وهنتوقف هنا لغايه ما نلتقي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.